في ناس في التعليقات مقتنعين انك ملحد، ملحد يعني اذا شافوك بالشارع سيقولون تعال يا ملحد. يعني سبحان الله شايفيني بلحية ومقصر شاربي وورايا كتب اسلاميه، اكون ملحد على السنه يعني؟ حتى في بعض التعليقات واحد كاتب انه وجهه يعني عليه نور، مستحيل هذا يكون ملحد. لا والله يعني كل الاساليب او كل الطرق كل اللي بنعمله يبين ان ده دي مقاطع تعليميه، يعني واحد بلحيه قاعد مع واحد بلحيه عمالين بيتناقشوا، فهيكون ده ملحد ازاي يعني؟ الله يهدينا واياكم. حتى انه مستحيل تلاقي ملحد بيناقش باخلاق وادب ويسمع الطرف الاخر وكذا، فواضح انه نقاش تعليمي. طيب يعني الفيديو ده هيتنشر يا اخوانا، انا مش ملحد، انا واحد مسلم حتى منشغل في مجال مقارنه الاديان وعندي قناه اسمها اظهار الحق لمقارنه الاديان والرد على الشبهات، فانا والله العظيم مسلم من اهل السنه والجماعه متبع لاهل الحديث والاثر، وانا مش ملحد يعني. انشر ده يا شيخ محمد الله يصلح حاله وياك. وكاتبين لهم اسم القناه على فكره، لكن بعض الناس يمكن ما ينتبه انه صاحب قناه اظهار الحق. لا انا فعليا والله دخلي ناس في الخاص بتقول لي انت ملحد ازاي، انت بلحيه وكيف انت ملحد وكيف بتناقش؟ يا اخوانا انا مش ملحد شيخ محمد، الناس هتضربني في الشارع. الكل عايز يضحي، خد بالك الكل عايز يضحي، يعني رقبه الملحد غاليه. ايه صح، اكثر بعيد الاضحى. نسال الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا على الايمان. اللهم امين اللهم امين.